السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نتحدث عن أداة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. لابد أن العديد منكم قد سمع أو شاهد هذه الميزة الجديدة، سواء على الفيسبوك أو في الويب أو غيرها من المواقع التي قامت ب أو تتحدث عن هذه الأداة الخاصة بالشات جي بي تي، كما قلنا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. روبو تقوم بطرح عليه مجموعة من الأسئلة، ثم بعد ذلك يقوم باستخراج لك نتائج بخصوص الشيء الذي تريد البحث عنه. هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه. جيد، الآن دعنا نقوم بعملية التسجيل في هذه الأداة. كملاحظة، فلحسن الحظ أن التسجيل في الأداة فهو متاح في المغرب، لكن في أغلب الدول العربية فيجب عليك أن تقوم باستخدام VPN من أجل عملية التسجيل في هذا الموقع. يعني المغرب فهو متاح فيه عملية التسجيل، أما باقي الدول العربية فليس متاح فيها تقريبا. يجب عليك أن تقوم باستخدام VPN لعملية التسجيل في الموقع. بعض الميزات الأخرى سوف نتطرق إليها إن شاء الله بعد عملية التسجيل. سوف نقوم بالدخول إلى هذه الصفحة الخاصة بالأوبن آي، كما قلنا الشركة التي قامت ببرمجة هذا الروبو أو الشات جي بي تي. جيد، بعد دخولك إلى هذه الصفحة سوف تقوم بالنقر هنا على سيناب. هنا لديك عملية تسجيل وهنا سيناب، فبالنسبة لنا نحن سوف نريد أن نقوم بإنشاء حساب، نقوم بالنقر هنا على سيناب بهذا الشكل، ثم ننتظر لبضع ثواني ريتما يتم فتح معنا صفحة الخاصة بعملية التسجيل. هنا سوف يطلب منك أن تقوم بإضافة الإيميل. بالنسبة للإيميل يمكنك استخدام جيميل أو أوتلوك أو الهوت ميل أو غيرها من الإيميلات، أنت لك الحرية في عملية الاختيار. إذا كنت تريد أن تقوم بربط الحساب مباشرة مع الميكروسوفت الخاص بالأوتلوك أو الهوت ميل، كذلك هنا يمكنك النقر على كونتينيو من أجل عملية ربط الحساب ب جوجل الخاص بك. أنا في بالنسبة لي سوف أقوم بالتسجيل عن طريق الإيميل، حتى إن أردت استعادة الحساب أو غيره يمكنني أن أقوم باستعادة الحساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. سوف أقوم بإضافة الإيميل الخاص بي. فبالنسبة للإيميل يجب أن يكون شغال، يعني لأنك سوف تقوم بتفعيل الحساب، سوف يطلب منك أن تقوم بتفعيل الحساب عندما تقوم بالتسجيل به. بعد أن قمنا بإضافة الإيميل نقوم بالنقر على Continue. بعد ذلك هنا سوف يطلب منك أن تقوم بإضافة كلمة السر. سوف أقوم بإضافة كلمة سر ثم أعود لكم. جيد، قد قمنا بإضافة كلمة سر كما تلاحظون هنا، فكلمة سر فهي قوية. نقوم بالنقر هنا مرة أخرى على Continue، ثم ننتظر لبضع ثواني ريتما يتم. كما تلاحظون هنا يقول لك يجب عليك أن تقوم verify your email. سوف نقوم بالذهاب إلى الإيميل الخاص بنا، سوف نجد أن الرسالة قد تم التوصل بها كما تلاحظون معي هنا. نقوم بالذهاب وكذلك النقر هنا على verify email address. جيد، الآن هنا يقول لك قم بكتابة الاسم الخاص بك بالنسبة للاسم العائلي، وهنا بالنسبة للاسم الخاص بنا محمد. هنا تاريخ الميلاد 12/12/1991. جيد، بعد ذلك هنا تقوم بالنقر على Continue، وهنا سوف يطلب منك رقم الهاتف. سوف أقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بي. وبالنسبة لرقم الهاتف يجب أن يكون الرقم شغال، يعني سوف تقوم بتفعيل الحساب عن طريق هذا الرقم الهاتف الخاص بك. سوف أقوم بكتابة رقم صفر. ثم ننتظر ريتما يتم إرسال لنا الكود. جيد، تم إرسال لنا الكود. نقوم الآن بعملية تفعيل الحساب من خلال كما قلنا الكود الذي تم إرساله لنا. قد توصلت بالكود عبر الرقم الهاتف الخاص بي وهو 37.
ثم 2 ثم 9 4، وبعد ذلك سوف يتم تفعيل الحساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. ثم ننتظر لما يتم فتح معنا الحساب. كما تلاحظون معي إخواني الكرام، الآن قد تم فتح معنا الحساب. هنا تقوم بالنقر على Next، ثم مرة أخرى Next، ثم دون على هذا الشكل. بعد ذلك سوف يعطيك الصفحة الخاصة ب كما قلنا الشات جي بي تي، أو الأداة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة للأداة كما قلنا، فهي تعطيك نتائج مبهرة، كذلك تعطيك نتائج رائعة جدا. حل المعادلات، هنا يعطيك مجموعة من كما قلنا الأشياء التي تقوم بها الأداة. هنا يعطيك اكزامبل، كذلك بعض الأشياء المهمة جدا. فبالنسبة للنتائج التي سوف تعطيك هذه الأداة، فهي كما قلت after، يعني قبل 2021، يعني النتائج المخصصة التي يمكنك أن تقوم، مثلا تريد أن تقوم بالطرح عليها سؤال معين أو مسألة معينة أو معادلة رياضية، يمكن أن تكون كما قلنا بالنسبة لبعض الأسئلة، يمكن أن تكون النتائج فقط التي هي قبل 2021. أما بالنسبة للأسئلة التي تريد أن تقوم بطرحها إذا كانت مثلا بعد 2021، لن تعطيك أي نتيجة. هنا كما قلنا سوف نتحدث عن الأداة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشات، يعني المحادثات. يمكنك أن تقوم بالتحدث مع هذه الأداة، ثم بعد ذلك تقوم باستخراج لك مجموعة من التفاصيل. لذلك إن شاء الله سوف نقوم بتجريب هذه الأداة. كما قلت بالنسبة لهذه الأداة، فهي تعطيك نتائج مبهرة بخصوص عملية البحث، وتساعد كثيرا على استخراج وكذلك البحث عن مجموعة من التفاصيل التي تريد أن تبحث عنها، سواء أن تعلق الأمر بمواضيع معينة أو في حل بعض المشاكل المتعلقة بمسائل رياضية أو بعض المعادلات، أو البحث عن مواضيع متعلقة بالتقنية أو غيرها من التفاصيل. يمكنك أن تقوم باستخدام هذه الأداة. وكذلك بالنسبة للنتائج المتعلقة بالأداة، فهي فقط تعطيك نتائج كما قلنا مخصصة فقط ل 2021، يعني إذا قمت بالبحث عن مثلا إذا قمت بطرح أسئلة متعلقة ب 2022، لن تعطيك النتائج التي تبحث عنها. هذا بالنسبة لعملية البحث. كذلك هناك أمر آخر يجب عليك أن تقوم بالانتباه إليه، وهو أن هذه الأداة يفضل أن تقوم بطرح عليها أسئلة بلغة أجنبية، سواء كان باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية أو الفرنسية أو غيرها، فيعطيك نتائج مبهرة وكذلك سريعة جدا، أفضل من محركات البحث الخاصة بجوجل، ويعطيك نتائج كما قلت دقيقة ورائعة. المهم إخواني الكرام، الآن قد قمنا بشرح كيفية التسجيل، وكذلك تطرقنا لبعض الأمور المتعلقة بالأداة. إن شاء الله في حلقة قادمة سوف نشرح الأداة وكيفية استخدامها وغيرها من التفاصيل. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.